بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم مديرية صيانة مشاريع ري وبزل ميسان بالتنسيق مع مديرة الموارد المائية في ميسان ودائرة كر الأنهر موقع العمارة بأعمال تكثيف القرى الزراعية في محافظة ميسان وبالخصوص ناحية السلام، وأعمال حفر وتكثيف منخفض أبو صبور في منطقة الخمس ناحية السلام، وذلك لورود كميات كبيرة من مياه السيول باتجاه محافظة ميسان باستخدام حفارات ذراع طويل وحفارات ذراع قصير وقلابات. ملاحظ فني حيدر حسين منسي، مسؤول موقع أبو صبور.